حديثكاس إمام مسلم وصوص على أنس أم سليم أي رسولك مارت ويديسي صلى الله عليه وسلم مارت عن المرأة ترى في منامها فدد ذكوار كيسة ما يرى الرجل نكو فاركه فقال رسول الله إذا رأت هذا أركت ذلك مارت تاس المرأة بي هذا أركت فلتغتسل ويقوي سنسة هذا الرياضي كو أركت إن سيدي محنك رأبيق أي كلمة دين أو أي حاجة دي كودة الرياضي سدا نينكي دو ماركا او مارتي او جماعه اي او قويسين سو جناب او قويسين سو فقال ام مسلم با وحي تري واستحيت من ذلك ارتا وان كحشوداي قال وحي تري هل يكون هذا رسولك الهي دمركم مي بيليه سرقو كله فقال النبي الله النبي الله وحر نعم ها فمن اين يكون الشبه المحسب هو كان نبي الهين ان ما الرجل برسول ماركا يدي رج بيهود وغليظ وبي عص وابيض عد عد وليبا أرتع أجيكو كلنا ويليهين حديثة كلا أيا شكتي وما المرأة قفك الدمر بيهيدنا رقيق ويشلحسينو أصفر يقوى بوربورو مارتي بوربورو كلا يلو أوكلي ويقيهين فمن أيهما على اللي بدو ده كل بكي أود يشي سرية أو سبق أمام حنكو هذا يعني حق يشي وصهر مرة أيا يكون منه وأهان يا الشبه إلمها قفك ويك وحيابهم عجيسات كأه شريعة هذا عجاز كقرآن كأه جنتك اللي وحنا كده قلناي المها أبها يهو يدا الموك يبويا كذا جنتك اللي كل بوح ويا كذا جنتك اللي كدومينت كأه حوجا بنا لي دومينت باله هذا يجو حيو قلنا ليه سنة كور أما تضاد سنة كور أي بايلو تشجو مثلا بقى قادي لكن رسول كوه حين عاش يجي كوني يا أفر بقول يا دوري صدق سنة كور ما صدق كنا سنة كور رسول كوحنا يدي ويدنا وحقي مادة أبنا مادة مركا يدو درسان لبدي با أبدك ويا كانيا وحسي آدو قسي أكانيا كلبا كأود دبادية أما محان كورا دا انتو هوري مادة كالك حوق بطا كاسب المكانية جانت كلمان تا ساينتيس كوح اسكوا فقسانيهين ديانا ذا المها هو يدا كي مادة كأبها كي مادة وحيابها هيدسداه كل حجره haddu abuhu marka jiinkaasi dominant yahay oo isagu u baawro yahayna abuhu iyo halka uga kanaya hadii reeptigii hooyadii ay dominant yihiin reeptigii hooyadii way kanaya marka masaladaasina waa masalo maartay mucjisaa oo rasuulku hore inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam sayniskuna maanta uu sida ku sheegay hadiskaasna imaam nisaa'i iyo ibn maaji iyo maartay iyo qirki wariyay marka halkaan waxaan ku garanaynaa dubarku inay biileeyeen raguna biileeyeen dumarku madii inay leeyihiin raguna madii leeyihiin wixii janaabaha rag iyo dumarka ka yimaadana laga qoysanayo wixii qoyaanahe aan qoys gaadhin sidii kaado kale qoyaanka isku arkaan markay ciyaaraan inay farjigoodi dhaqayaan mariyihiina ay ka nadiifinayaan masalada kale ee shanad ee hadda xadiisku noo sheegay xadiiska muslim waxa weeye qofkii dumar ahayd markay ixtilaamto ee ay riyooto ee ay aragto inay wax ka yimaadeen أركتني وحكي مادين وحويا صدي تري مارتي هل على المرأة من قص إذا هي احتملت مرك الحديث كي ويدسي أم سليم يلا أم سليم لا تشوكت رسولك محمد هذا سواش سي ويدسي واحد تري إلى هي حق كم حشودة قف كي دمرها هدي أي رياضه ميي محمد هذا قوي سنسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هاوي قوي سنسة إذا رأت الماء هدي به أركته حديث سنو صحيح حديث كذا نقول الله ويسوع أرورت طي ويسوع رطيو بعد مسلم يوم مسلمة يا ود شوقي روايات كلا عايشة يورني سبع شرته ومحن كل هذا مرت ينا وإلى ذا هي وحن لشوقي إن ومسلم مركب حلقة بقى مراسل صحابة صحابة دوي حدث يدو حلقة قد يدو هالمرة علي إن صحابة دوي كلوريان حدث وما دام عدوليهن حدث دوي كلوريان ومرت مرنا عايشة ورسي حدث كمرنا وحوريه ومرت أم مسلمة أي مرك أنا سبع كورينية أي كورينية مرك حديث تاسي وحي إنو عدينيان إن قفك دمارينا أي بيهيالة ترقونا بيهيشان جنابة دينا أي كود قويسانيان هدي أي مدي النقداننا إن أي فرشيقو دي لقايان أو أي ظاهرنا يانو سيدي كاليو كالي لولا معامل أيو لولا معامل أيو وأي المرأة يجامعها زوجها فتختسلو ثم يخرج منها مني زوجها بعد القسل ماذا تصنع سواشن كالي نكو جابينا وحي تاي كسوقات قف دمارا أيا نينكي دي بي سوتاقان كدي سلادس وحيدون يعني تكذان ويقويستين ويقويستين مركب قفك دمرها
markii qoysatay salaadeedii iska tukanayso baa waxay aragtay farjigeedii wali qoyaan inay maartay inuu ka socdo ha jimaac ninkeeda hore ee uu jimaacay ay ka soo qoysatay baa markii tukanaysay ay aragtay wali inay wax ka maartay wax qoyaani ay ka socdaan dumarka waaweyn oo maartay way dhacda masaladaas mar hadday qubaysatay oo iyadoo qubaysatay maka haddana ay wax isku aragtay waxaan dambe ee kmuhima waa masala muhima masaladaas wayaan abu maxamed ibnu xasan mar wuxuu yidhi qofu mara la jimaaco uma iktasala dabeedna qubaysato markii dambe ay salaadii tukanaysay baa haddana farjigeedii wax ka soo noqdeen oo maaratay biyihii ninkeedoo kale ayaa weli wax ku hadhi karaan ayaan farjiga ku arteen falaa shay caleyha buu ihi qubayska ay qoystay baa ku filan qoyaan ka dambe isku aragtay wax alla waxay ka qoysanaysa male falaa shay caleyha laa qusl qoysan mayso walal wuduu waysana soo celimayso liana alqusla qusluku inamaa yujibu caleyha min isaaliha markii hore ee ay wax ka yimaadeen ayaa quslugu waajibay waanay maydhatay laakiin waxaan dambe ee biyahan farjigeeda iskaga jiray ragga waxba dhibaato male maniduna saynu arki doono nijaasba maaha maniduna sideedaba nijaas maaha oo ninkeedu hadduu mani maxaan ku dhaha riximkeedii ama farjigeedii kaga tago markii qoysta kadib wax yare ay raggii maaratay biyihii ninku ay kasoo dareeraan wax dhibaato ama laha wax dhibaato ma laha lidalika inamaa yajibu caleyha min inzaaliha laa min inzaali kayriha iyadu jinaabadan ay jinaabootiye inzaalkay samaysay bay ka qoysanaysaa laakiin biyaha ninkeedee jirkeedii gaadhay ama maradeedii gaadhay ama farjigeedii gaadhay imika weli ka qoyanaya maaratay weli ay isku aragtay wax dhibaata haba yaraatee ma jirto buu yidhi waana sida maxaan ku dhaha maaragtay raajixa ah inkastoo sheekh axmed shaakir arrintaa markuu tacliiqinayay muxallaha uu tacqiib sameeyey oo uu maaratay ibnu xasam maaratay uu radiyey oo uu maxaan ku dhaha isagoo adeegsanaya masaa'ilkii labada sabiil wixii kasoo baxaa maaratay waa inay nijaaso noqonayaan laakiin sida raajixi waxay tahay inaanay manidu maxaan ku dhaha nijaas ahayn mar haddaanay manidu nijaas ahayn manidii maradeeda gaadhay iyo tii ninka gaadhay iyo tii farjigeeda mar hadday qubaysatay inaanay nijaasna ahayn isla markaana jinaabo dambe aanay ahayn oo jinaabadii ay ka qubaysay ayaa raajixa wallahu aclam masalada kale waxay tahay wujuubu likhtisaali maaratay liiltiqaai saakineyn rasuulka sala allahu alay wasalam waagii hore ama qeybtii hore ee shareecada haddii ninku uu xaaska soo tago kadibna isagoo aan biyo ka iman lagu soo kadiyo oo gabadhii ka tago farjiguun buu dhaqi jiray berigaa hore laakiin qeybtii dambe ee nebigu madiine joogay sal alay slam masaladaa waa la nasakhay oo maxaa lagu nasakhay min xadiisi abi hurayra radi allahu canhu can inabiyi sal allahu alay wasalam nebigu wuxuu yidhi qaala idaa jalasa hadduu fadhiisto bayna shucabihaa yacnihi afarteeda maxaan ku dhaha adin yacni afarteeda buurood labada gacmood iyo labada lugood dhexdooda loo jeedaya hadduu fadhiisto alarbaca afartaa haddii uu ninkii dhex fadhiisto uma jahadaha dabeedna uu shaqo qabto oo ninkii maaragtay ay hawli kala gaadho oo labadii gudniinee gudniinka dumarka iyo gudniinka raggu ay istaabtaan faqad wajaba alquslu waxaa ninkii ku waajibaya inuu qubaysto ilahay idinkii biyabahay doono yay ka imane biyaba yay ka imane waxa weeyaan haddii labada khitaan ama gudniinka ninka iyo gabadha labada xubnada taranku hadday istaabtaan waxa weeye qofka maaratay labadoodaba waxaa waajib ku ah inay qubaystaan xadiiskaasina waa saxiix waa xadiiska maaratay imaamu muslim iyo qeyrkood iyo bukhaari iyo sunanka ayaa xadiiskaa wariyey ayaa wariyey marka xadiiskaasna sidaas buu maaratay raajix ku yahayo masalaa hore ahaan jirtay almaau min almaa wuxun baa laga qubaystaa hadday biyo kaa yimaadaan qeybtii hore islaamkay ahaan jirtay laakiin qeybtii dambe waa la nasakhay oo marka waxa weeyaan maaratay waxa weeyaan qofku haddii uu inta uu maxaan ku dhahdaa maaratay jimaac sameeyo biyaba hadday doonaan yaanay ka imane waxa weeyaan wuu qubaysanayaa oo janaabadii way xasishay masaladaasina saasay raajix ku tahay oo ra'yi aljumhuur alculamaa oo maaratay ay dhammaan maaratay ay isku waafaqsan yihiin masalada kale waxay tahay maxaan ku dhahdaa fiqiga ah ee halkan maanta aan ka gudagelaynaa waxay tahay allahuma ustacaan waayahay
واي مسألة ده كلا واحد تاي مسألة ده سيو مسألة وربنا بوكا يعني وربنا بدن بدن اي لا مستعان واي هاي. اذا كانت موضوعة صغيرة مسألة ده كلا دون كتشاب النواة مسألة ده هدي قفك دمرة انكو قبا اي تاي صغير لم تحد أن ولي حيد حيد كيما أما قفك الدمر يدو حيد ويلاد هاي الواضي صغيرا المها قفك نينك هي قبرنا قبابا الميرة أو إلا أفرية تونشر سدحية تونشر وبيه ولي مارتي فرا بناي رجل كيما شري ملاها أما قبر دي بان ولي يالان حيد شري هوا وكرت جيت كاسي لوكتو وأبير لكن حيد بولي ما يالان aan wiilkiina ama iyadi xayid way leedahay way dhidigaatay wiilkii baan isagu wali nin laba noqono aan maxan ku raadaa maartay aan wali biya yeelan war reer baan isii yihiin oo way is jamaacaan maxaa ay noqonayaan ninki gabadha haddaan xayid ba gaadhin ama ninki aan wali inuu biya keenaba gaadhin oo jimaac ay sameeyaan ma qofkii xaydka lahaa ee dumarka ahayd ama ninkii biya lahaa unba ayaa qubayskii laga rabaa mise labadoodiiba labadoodiiba waa laga rabaa macnaha waxa weeyaan jinaabada in la isu tago looma shardiyo in ninkii uu biyo yeeshay ama gabadhii xayid yeelatay masaladu waa intaa waxa weeyaan gabadhii qubays baa laga rabaa mar haddii jimaac yimaado labadoodiiba oo uu labadoodii khitaan istaabtaan waxa weeyaan biya ama biya ha keenaan ama yay keenin oo dad qaan gaadhi ha noqdaane waa laga rabaa qubayskii way maaratay way jinaabadii way ka qubaysanayaan way ka qubaysanayaan واي هاي واي هاي مسألة سنة وأساس واي هاي كورن إسلام تبقى حيد سكاله قولي يا أودينا قولي وشوغا سررتو سكتها تابتي واحد شرى واحد بنان والله إلى هذا الجماع دون الفرش الرسول كو سمين صلى الله عليه وسلم رسول كو دمر كيسة مركي حيث كلي من نفاس كي انت بدان خديج با يلين جرتي واغا هرود عرورو دا شي دمر كيسة كلا دمي عرورو ميدال مركا لغا ريبا ماريا او ينا إبراهيم مدينة كو دا شي مركا رسول صلى الله عليه وسلم دمر كيسة مركي حيث ليهن من نفاس ليهن و هبين كو دا قول قو دا چوغو وحامري چري اني قنتي اماس قو قرد حدا دبادنا و مارتي و لبا شري چري oo wuxuu samayn jiray wax la yiraahdo jimaac duna alfarj farjiga ugama tegi jirin laakiin ninku maartay xaaskiisa inuu maxaan ku dhahdaa ama badhideeda ama jirkeeda kale inuu biyihiidii iskaga keeno way u banaantay waxaana la yiraahdaa aljimaac duna alfarj baa la yiraahdaa rasuulkuna uu samayn jiray sallallahu calayhi wasallam haddii ninki saa uu sameeyo gabadhii iyada miyaa qubays ku waajibaya ninkiisa qubays ma ku waajibaya masaladaas waxay yidhaahdeen culimmadu maartay ijmaac soo rarayaan ninkii uunbaa qubays ku waajibaya mar haddii gabadha farjigeedii aan waxba looga tegin ee ninkani uun maxaan ku dhahdaa uu gabadhii isku marmaray oo isagu maaragtay jimaac duna alfarj sameeyo cidda insaalka sameeyey biyuhu ay ka yimaadeen maaragtay isagu masaladaa ka faa'iisay mar hadduu isaga yahay oo isagu uu biyihii ay ka yimaadeen isaga ayaa qubaysku ku waajibaya iyadii wax qubaysi haba yaraatee ku waajibi maayo hal masalo ayaa laga soo reebayayo haddii iyada lafteedii inta shahwadeedii ay kacdo kadib ay wax isku aragto qoyaan farjigeedii oo kale hadday isku aragto de maxaan ku dhahnay jaas ahaan bay isaga ilaalinaysaa ilaa kulli ba salaadi waajib kuma aho gabadha ama xayd bay leedahay ama nifaas bay leedahay oo iminka qubays lagama rabo laakiin haddii marada ay doonayso mustaqbalka inay ku tukato oo kale qoyaankaas oo kale marada way ka dhiqi kartaa oo nijaasa ahaan bay isaga dhowrasaa sida kaada la isaga dhowro kale haddii qoyaan iyada uu ka yimaado ama iyada wax ku waajiba oo qubaysi haba yaraatee masaladaasi ma jirto isaga ayuunbaa qubays ku waajibaya isagii baa insaal sameeyey oo masalada maarata qubayskeeda laga rabaa isaga laga rabaa isaga ayaa laga rabaa masaladaasina waxa weyaan waa sidaas qofkii labada biyuhu ay ka yimaadeen ayaa maxaan ku dhahdaa laga rabaa maxaan ku dhahdaa maaratay inuu maaratay ha nebigu wuxuu uhi sallallahu calayhi wasallam idaa daca arajul imra'atahu ilaa firaashihi waayahay masalad kale uu ka waramay masalo kale rasuul ka waramay sallallahu calayhi wasallam waaye xadiis kale weeyaankaas haddii ninku xaaskiisa ugu yeedho firaashkeeda fa abad ay diido أن تجي لعنتها الملائكة ملائكتها لعدشها حتى تصبح إلا يوابرستو معناها
فراش كيدا مركا لو ما جيدو مارتي جماع اقري ويني فراش كيدا مارتي اني كهاجرين واي لا صحتها حتى هدانو جماع كربين ويني مارتي لا جوكتا او اي اتشيبتا ونكو يسك مارتي هدو جماع دول الفرج سمينا يو هدو يسك لا صحنا يو مارتي ويني مارتي اتشيبتا واني مارتي ديدين حديثتاس نه مارتي كبائرتا ملايكتون عدليسو ايا هدي كلا سو عرفتي ايا سو عرفتي مسألة كلا ان هلكن ka warrayna waxay tahay waayahay mas'alada kale waxay tahay waxa loo yaqaano in jinaabada waxa loo yaqaano hadii labada qof ay jinaaboodaan maxaa ku waajibaya waxa ku waajibaya inay qubaysaan inay qubaysaan هدي بالكورن قويس كي أود كرويان هدي قويس كي أود كرويان ميت كميدي أما اللي بدو محيو أود كرويان وحشرة مثلا أما برف فاشرة أما وي حنون صنيان أما بيابا ما هيستان شنابانا وي قبان مركانا وي جيب جيب سنيان مركانا وي جيب جيب سنيان أو قرآن كي يا حديث تبع مسألة سيانا وي كسو أنت وي كسو أنت لكن هذه يشير قفك الجنابة قبة إنه يسقوا محن كرة مرت أنا واحد بدني شرين ويراه هذا مرت محن كرة مرت كيف سنة يلا ما أقوله ضد بلاك هذا استوى خطية ضد بيه أو كل مرت وحقا هرجي سو كل مرت أحد بدني بشرين بكر إني كرنا يا مرت واضح أما إني دفش تان ما أقوله وحل ربع ضدك إني كتب عن إني كتب عن سد ما كيبا إسلام تمر كرب جود الجود تبعي هبين كينا habkii subax biihiini aw dirsan lahaydeen ilaa dhuxul baa haystaan electric baa haystaan yaani ina tiraahdo anna tab imaayo wana iska gabagabaysanaya ee qubayskiina waan iska deynaya hadana waan tukanaya lama ogola lama ogola sidan hawsha markaba reerku habeenkii soo arkeen tacabka iyo hawsha loogu baahan yahay ayaa cibaaduna ay hawl u baahantaa taasina cibaad ay ahayd tan dambe ee janaabada inaad ka qubaysataana waa cibaado waa cibaado marka qodobka laga rabaa waxay tahay qofku labada qof ee isqaba markay habeenkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala xalaasha isugu tagaan ee ay maxan ku dhada maartay shaqadooda qabsadaan waxa laga rabaa inay jinaabadii ka qubaystaan labaduba inay labaduba jinaabadii ka qubaystaan ma laga rabaa oo ahadiis far badan ba soo arortay rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallam qubayska na waxay leedahay maartay usluub ay leedahay rasuulku ino sheegay sallallahu alayhi wasallam sida loo qubaysanayo rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka uu horeysa isaga iyo xaaskiisu ba markii qubaysanayaan waliba isaga iyo xaaskiisu wada qubaysan jireen oo musqusha mar bay wada geli jireen ha musqusha mar bay wada geli jireen rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu sameeyay jiray marka uu horeysa gacmuhu dhaqan jiray labada gacmood buu meedhi jiray marka labada gacmood meedho biyaha baaldiga ku jiraan buu gacmaha dardarsan jiray kadibna farjigiisu dhaqi jiray iyo madaakirtiisa meeshii ayuu nadiifin jiray markuu nadiifiyo hadana gacmuhu dhaqi jiray mar kale kadibna qubayska ayuu bilaabi jiray oo jirkii soo dhan isagoo saddex xantoobo biya madaxa maartii ku shubi jiray dhinaca midigtu meedhi jiray dhinaca bidixda kadibna jirkoo dhan buu meedhi jiray labada cagood oo qura laakiin waxa taa ka horreeya weysada oo soo dhaafay marka war sameeyay weysataa waa inaad gacmaha dhaqataa weysataa ma weysaysataa waxa ka horreeya inaad horta madaakirtii inaad isjijooto xaggii hoose iska nadiifiso kadib gacmahaagi dhaqdo kadib weysaysato weysataa ma oo labada adin inaad ka reebayso marka weysa dhameystirato labada adin oo quraaya dib u dhigaysa ayaa dabadna saddex xantoobo biya madax aad ku shubaysa jirkaagi oo dhanbad biyi gaarsiinaysa waliba meelaha meelaha dadku haday qof buuran uu yahay meelaha maarta caloosha dhexdeeda xunrurta yar halka dhexdeeda timaha oo aad biya loogu jajabiyo dumarku haday timatid aan yihiin waqtiga jinaaba waqtiga xaydka timaha waa inay furfuraan laakiin markii jinaabada ka qubaysanayaan timaha inay furfuraan laazima laakiin usulu shacr timaha waa inay usul sharci biyaha gaarsiiyaan oo aad biyaha weyn jirkooda u gaarsiiyaan ninkuna waa lamid waayo shacar kasta ama tin kasta rasuulku wuxuu jinaaba ku dhex jirtaa marka waa in yacnihi qubayska waa inay ku xeel dheeraadaan waa inay ku xeel dheeraadaan oo si fiican maartay ay maxan ku dhada maartay u qubaystaan marka masalada meesha ku jirta waxay tahay haddii qubayskii mid ka mid uu awoodi kar waayo mintana tii bay buu qabaa oo qabo baa jira ama baraf baa dhacaya ama biyay waayeenba marka ilaahay waa kiyidhi falam tajiduu maa-an
فتيمم مصعدا طيبا مركب يعني يقف جبي جبي سنة يايو جدار كا عيد كسامي سن أما عيد ير وحك الصور دول دول أه دول أه أما النور ده كتير أما عيد وحير مارت عيد جدار كا ينور ده يوحي لما ده دول كيم صعيد كوا دول وعيد دول مركب عيد دول شاف عيد وحيوسي شرديان إني قبار ليه ده هيو قضية شمار تحرك سامين كي يقو بحا يو دبدا آده يو نولك قضا يو بورس وقضا يو وحاصل لهم هو التكليف قرآن كما تعالوا وحالي فتايا مامو محانكو لقب قريستا سعيدا عيد أو طيبا وناكسون عيد وين نظيفتا هايون عيد وما تنقرق أتكار لستيها النقطة أما تدارد هذا النقطة عيد يرو تلك أمانت أوريه لك ارتقع مها أقراد أتكاركي كرتو ما يلد مركا كله فتا دبدنا أد ان محن كره دربد قوله وجهه iyo labada ala alo dushooda ama marti faraha dushooda aad marisa lidalka ilahi ba marti masaladaas inaga siiye ruqso oo hadii qofku naftiisa u baqo ilahi ba wala taqtul anfusakum inna allaha kana bikum rahima masalada muhiim ku haytay marka ka soo qaad waan weysaysan kara oo biyaanku istaan hasta laakin biyaanku qabaysta mahayo magib gibadi ba labadiiba iga gudaya maya masaladaasna dadku inta badan jahil bi kii waxa jira qaacida la yiraahdo al-maysuru la yasqudu bil ma'sur wixii fududaada kuma dhaco wixii uslaada maxay masalada macnaheedu noqonaysa nimba doonaya inuu jinaab u qaba biyo uu ku qoysana ma haysto laakiin biyo uu ku haysto haysta horta weysayso اللي لقى في ما يبي وضعه استوي سدي كدي منا قبيس كده الله يمال الله هيد كجيب قبيسه أساسه كجيب قبيسه وحلا مدا علم الأسبوع فخسينهن بيه يربطه ستة بيه كوه ده قاعد ما ينوي سدي بيه قعمها إياه مدحها إياه وشيء كفلين لبدي أدينكم ما فيلا لبدي أدين بيه كجوان هرت بيها أنت هاي ستة كوه يسيسه كدي لبدي أديني أنت صاهر دينك جيب قبيسه معنى ذم حيتها الميسور إلا أصل كبيه بيه أصل كي مركز أنت يا ده يصير لما معلن وحي كدم بيا أي رخصة دي اللي هو قولي يجيب جبدي أي جيب جبدي اللي هو قولي مركزنا الميسور وحي فضلا لا يق لا مرت مرت كل عماية مرت بالمعصور إلا أن إله قرآن كحول فتق الله ما استطعته مركز وحي ضرورة أدويده جيب جبدي اللي هو قولي لكن وحي محن كرآن ضرورة أهين وينه محن كره ده عدل تيمادا فكسان بالقفه حنوسنيا تي بيبو قبا ما حنون فيرا وحل دحن بدن بيه او جنابدي او كغه قويسن لها اسغو ريوده ما ريركي سو تغي و هو كبقيا فيره هو كبقيا صلاه سبحنا ولا غربا لكن ويسدي بقمايو هيسكا ويسيستو دبنها غب غيسدنا هتكدو هدو ما انتي ماركي كولاتنا حق مارتي حق ويسو صلاه دينا سو علمايو صلاه دانا سو علمايو ماركي دينتو ساسي او فودهي وإلهي سبحانه وتعالى إنه وقف زي يعني دين آد يا ضفض أو إلهي سبحانه وتعالى مرتي الرحمة دي سوى دي عدقي أيانه هاي سنة وأنا وقفكم مرنبا وحضر دارا أنا هلينين أنا وحضر دارا هلينين مركب مسألة سنة إذا ينوى سدا صو هدي قبيس كي تهي يهدي جب جبدي تهي